السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان الحمد لله. كما كتشوفوا اليوم غنحضر معكم اللوبيا، اللوبيا البيضاء. راكم عارف الفوائد اللي فيها، ضروري بنادم ياكلها مره في السيمانه. وانا باش ما كضرنيش، ملي كنبغي نفزقها كنشدها كنقيها كنغسلها المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، كندير الماء يطيب، كندير عريشة الزعتر، كنخليهم يطلقوا، كنفزقها في الماء الزعتر. ها نتوما كما كتشوفوا حتى الصباح كنفزقها، في الليل حتى الصباح. الصباح ملي كنفيق كنخليها على جنب. ها نتوما نعطيكم المقادير باش كنصايبها. عندي 3 مطيشات محكوكين، عندي بصيله محكوكه، معلقه مطيشه د الحك، قزبر المعدنوس، والقزبر يكون اكثر من المعدنوس، 3 دريسات ديال الثوم، لان اللوبيا درت نص كيلو ديال اللوبيا. عندي القزبر حبوب، عندي التحميره، عندي الخرقوم عود، عندي البزار، عندي سكينجبير، عندي الملح، كاس الزيت البلديه، وعندي كنديرها انا بالصوصيط. راه كتجي غزاله البنات. جوج ديال مزيودات الحار، كاين اللي كيديرها بالدجاج، كاين اللي كيديرها باللحم. انا راه كنديرها بزاف ديال الحوايج، اما باللحم اما بالدجاج، ولكن في الصوصيط راه كتجي زوينه، راه كتعجب الدراري. بسم الله. نبدا المطيشه، ندير البصله، ندير القزبره مع دجاج التومة، ندير العطريه، ندير معلقه ديال القزبر، معلقه صغيره معامراش، ندير جوج معالق ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم عامره، نص معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال البزار، كاس ديال الزيت البلديه. لي ما عندوش البلديه يدير الروميه، حتى الروميه راه كتجي زوينه. ندير هذه المعلقه د المطيشه تبدا تقلى معاهم، وندير الملح. المهم الملح راه ما نعطيكمش القياس، كل واحد على حسب الذوق ديالو، كاين اللي كيبغي الملح بزاف، كاين اللي كيبغي شويه. وندير هذا الشيء يتقلى مزيان، نخلطو هكذا، كتجي غزالة البنات، وبغيت نشاركها معاكم. ندير هذا الشيء يتقلى مزيان. هانتوما من بعد ما تشحرت ليا هاد لاصوص ديالي، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. تندير اللوبيا، انا صفيتها من الماء، كنحرك مزيان باش تدخل هذيك العطريه. صافي، كنمرق بالماء سخون، كندير الماء حتى كتغطى، وكنسد عليها. ملي كتبدا تصفى الكوكوط كنحسب ساعة الا ربع، ملي كنحليها كنكملها ربع ساعة ديال الصوصيط. الصوصيط ما كنطيبوش معاها من الاول. هانتوما البنات، من بعد ما دازت لينا ساعة الا ربع، هانتوما هاي اللوبيا طايبة. انا غنزيد الصوصيط. هذا البنات راه ديال اللحم ديال الكفته مع البزار، هو اللي كيجي به مزيانه، لا كان شي نوع اخر راه ما كتجيش مزيان. غندير هاد الفليفلات، غنزيد واحد المعلقه ديال الكمون، الكمون ديما يبقى عندنا هو الفر. غنسد عليها واحد ربع ساعه، معلقه ديال عصير الحامض، ربع ساعه غنسد عليها لما يطيب لنا الصوصيص.
نتوما كما كتشوفوا ها هي اللوبيا ديالنا طابت، هي الصوصيط راه جات غزاله. شوفوا الشكل ديالها كيفاش جاها، الصوصيص راه كيعطيها مذاق مختلف على اللوبيا ديال اللحام. البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها، شوفوا كيفاش كتجي هانتوما، كتجي غزاله. فولا عجبتكم شاركوا في القناة وديروا ابوني وديروا لايك.